بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة احنا هنا في نقطة جمع المحاصيل اللي في عين وسارة واللي تشمل جميع النقاط تاع البلديات الشمالية. جميع البلديات الشمالية يعني يقدموا المحصول تاعهم في هذه النقطة. بعد الوقفة الاحتجاجية اللي قام بها السائقي البارح، يعني في الحقيقة هي وقفة بدون مبرر، لأننا احنا منذ بداية الحملة إلى غاية ساعة قمنا باستقبال ما يفوق 30 ألف قنطار في هذه النقطة وشملت جميع البلديات. طبعا هناك تذبذب في الانترنت في هذه الأيامات، ولكن داركنا الموقف والحمد لله، يعني الفلاح راه يدفع بكل أريحية. طبعا هناك لاشين، كاين لاشين، ولكن ماهيش لدرجة وين الواحد يعني العشية ما يكون حتى كاميو اللي راه قال ظال حتى العشية، ما عدا اللي يلحقوا في الليل لازم يباتوا باش الصباح نبداو. الكمية راها ما شاء الله، نوعية ما شاء الله. هناك بعض الـ نقدر نسموهم مثبطات، ولكن علاه؟ لاننا احنا لازم نعرفوا البرودوي منين جا، نعرفوا الترخيص. كاين ترخيص، كاين فلاح اللي يجيك بلا ترخيص ويقول لك نستقبل، كاين فلاح اللي يجيب الترخيص تاعو موش واضح ويقول لك لازم ندفع المحصول تاعي. فلهذا لازم تكون النقاط قاع مستويه، وقاع حتى المصدر تاع القمح عارفينه واش من مزرعه وشناه مولاه وشحال يزرع في القطار وشحال عنده المساحه، هذه لازم نكونوا عارفينها. طبعا ان شاء الله الفلاحين قاع راهم في اريحيه تامه وما عندنا حتى اشكال. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا. احنا كنا ندوروا في التصريح وهاك جبت الشيء، احنا كان يهمنا هذا وهاديك وهاك جبت الشيء. صح، زدنا نسخة من البطاقة التعريف، النكهة تاعك النسخة. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.